رجلي أفتح كويس. بدايتك في الحصه دي هتكون ان شاء الله هي اخر حاجه انتهيت منها في اخر حصه من جاب القلم. فاكرين يا شباب اخر حاجه خالص قلناها في التستس الميل ان التستس دي فيها مجموعه من الانابيب كم انبوبه يعني؟ واحده اتنين تلاته الف. الف دي جت ازاي؟ اربعه في اللوب وهي فيها كم فص؟ كم لوب؟ 250. فكان عندي جوه التستس بتاعه الانسان كم؟ عندك 1000 انبوبه. عندك كم انبوبه؟ 1000 انبوبه. اسم الانبوبه دي حد فاكر اسمها ايه؟ خليكم معايا. اسمها ايه؟ ها؟ سيمي نفرس تيوبيول. الانابيب بتاع التست اسمها ايه يا شباب؟ سيمي نفرس تيوبيول. ده كلام فارغ بقى، الكلام ده بسيط جدا. عددهم قد ايه؟ انتوا اللي بتقولوا عددهم 1000 انبوبه. طب حد شاطر فاكر طول الانبوبه قد ايه؟ 80 سنتي. تمام، 80 سنتي. دول يا دكتور كانوا عاملين كده اهو، سيرتولي وسبرماتوجينيك، سيرتولي وسبرماتوجينيك، سيرتولي وهكذا طول ال 80 سنتي. سيرتولي سبرماتوجينيك، سيرتولي سبرماتوجينيك، سيرتولي سبرماتوجينيك. خلصوا ال 80. ايه اللي هتعمله بعد كده؟ حضرتك انا دلوقتي بقى عندي مهمه. مهمه هي توصيل السبيرم من اول نهايه سيمي نفرس تيبيول لحد ما يخرج بره الميل خالص. ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده بقى. عشان كده حصه النهارده مهمه واسمها ميل جينيتال داكت. هنفضل ماشيين مع الداكت دي لحد ما نخلصها كلها. الموضوع ببساطه وهفكرك بالكلمه اللي هقولها حالا دي في اخر الحصه. ده الشارع اللي قدام السنتر هنا كده، وبعدين في الشارع الموازي له، واحد موازي له، خمس ست شوارع موازيين لبعض. كل الشوارع دي بتجمع في الشارع اللي هو بتاع الفتح ده، والشارع بتاع الفتح مع الشارع اللي هو الناحيه دي بيجمعوا على الطريق اللي هو رايح ناحيه الكليه، والطريق بتاع الكليه ده مع طريق تاني مع طريق تالت بيجمعوا على طريق مثلا اللي رايح القاهره او اللي رايح لاي حته. يبقى انت بتبتدي دايما من حاره او شارع صغير، وبعدين تتجمع حاجه اكبر حاجه اكبر لحد ما توصل لطريق واحد. ده اللي هنعمله النهارده. واحنا ماشيين في الضغط دي هنبتدي برقم 1000 وهنوصل لرقم 1. ماشي؟ شو هو الميل هيخرج منه هي انبوبه واحده. صح؟ يبقى اذا عندك هنشوف التجمع ده زي ما هنشوف دلوقتي. اول كلام خلاص يا دكتور، الضغط بتاعتي بعد ما تنتهي من افرس تيبيول هنخش في الميل جينيتال ضغط. هنقسمه من الاول لمجموعتين كبار. ثلاثة ضغط موجودين لسه جوه التستس ما خرجوش، اسمهم انترا تستيكولار ضغط. لسه جوه التستس ما خرجوش، طرق لسه جوه المدينه، لسه ما خرجناش بره المدينه. بعد كده في ثلاثه تانيين اكسترا تستيكول. يبقى عدد الميل جينيتال ضغط قد ايه؟ ها؟ سته. كام؟ سته. منهم ثلاثة انتراتستيكولار ومنهم ثلاثة اكستراتستيكولار. حلو كده؟ بدايتها تبتدي بعد نهاية مين؟ السيمي نفرس تيبيول. تعال نقول للثلاثة انتراتستيكولار الأول وناخد خط فاصل كده ونشوف الثلاثة اللي هنا دول إيه؟ نبتدي بالأسامي. أول واحدة، أول طريق، أول أنبوبة هتقابلك بعد السيمي نفرس هتلاقي السبرم ماشي جوه حاجة اسمها تيوبيولاي ريكتاي. واحدة واحدة يا دكتور. ريكتاي دي كلمة ريكتاي، ريكتاي يعني ايه؟ مستقيم فعلا، الطريق ده مستقيم ما فيهوش حوادات، تيوبيولاي ريكتاي. بعديها بتخش على طريق تاني اسمه ريتي تيستس. ريت تيستس. آخر طريق جوه التيستس اسمه افرنت داكتيول. تعالى نحفظ الأسامي الأول. واحدة واحدة. عندي كم ضغط كله؟ ست. كم جوه التستس؟ وكم بره التستس؟ ثلاثة اللي جوه التستس. أساميهم تيوبيولاي ريكتاي بالترتيب طبعا. ريتي تستس افرنت ضغطيول. تيوبيولاي ريكتاي ريتي تستس افرنت ضغطيول. تمام؟ تمام قوي. ممكن حضرتك تقول لي وصف كلمة
عن كل واحد وماله. تيوبولاي ريكتاي لو قلت طبعا ريكتاي دي يبقى معناها انها ايه؟ ستريت، طريق ما فيهوش حوادات، ستريت تيوب. لو انا قلت لكم انها اكستنشن للطريق اللي قبلها اوف سيمي نفرس تيوبيول، يبقى عدد التيوبولاي ريكتاي قد ايه؟ اكستنشن يعني امتداد، امتداد للطريق اللي قبلها بعددهم قد ايه؟ 1000 برضه. سهلة؟ ما قلناش حاجة، سهلة جدا اهي. تيوبولاي ريكتاي امتداد للطريق اللي قبلها يبقى عددهم 1000. تعالى الريتي تيستس، هشيل كلمة اكستنشن واقول لك ان الريتي تيستس بتتكون عن طريق اناستوموزس. اوبا، ابتدت الطرق تتجمع مع بعضها. هو مش قايل عندك عدد الريتي تيستس قد ايه، تمام؟ بس اكيد ما دام انا قلت لك انها بتتكون عن طريق اناستيموزس يبقى العدد ايه؟ اقل من 1000. يبقى فعلا يا دكتور العدد اقل، ده اكيد يعني. تعالى بقى على الافرنت داكتيول، انستيموزس لازال شغال، عارف دي عددهم قد ايه؟ هم 6 طرق، هم 6 ضغط او 6 داكتيول، يبقى اذا ده 1000. سيبك من ده، ده 1000 زيه لانه اكستنشن. ابتدى بقى في ال 1000 من هنا لهنا كل 50 60 يلموا في طريق واحد، 50 60 يلموا مع بعض، 50 60، فالعدد هنا قل عن 1000 لحد ما في الاخر بقى هنا كام؟ 6 ضغط بس. تمام؟ تمام قوي يا دكتور. يعني المنظر هيبقى عامل ازاي؟ المنظر هيبقى عامل كده، هرسمه لك هنا كده. ادي التستس، دول حضرتك 1000 سيمي نفروس تيبيول اللي هم بيصنعوا الاسبير. خش بعدهم 1000 تيوبولاي ريكتاي، مفيش مشاكل زي ما هم. بعد كده ريتي تيستس قلت شويه، افرنت داكتيول هم 6، 1 2 3 4 5 6. الافرنت داكتيول هي اخر واحده انترا تستيكول، صح؟ يبقى عندي سيمي نفرس تيوبولاي ريكتاي ريتي تيستس افرنت داكتيول. عارف انت اول واحده اكسترا تستيكولار هي واحده اللي هي الابيديدمس، ماشي معايا مؤمن؟ اول واحده، شوف السته دول، يعني انا بقول لك هنا 6، اول واحده هنا اهو هو طريق واحد اسمه ابيديدمس، هنجي له حالا. فهمت معايا ازاي موضوع الانستيموزس ده بيتم؟ فهمت ازاي هنبقى من 1000 لواحد؟ خلاص كده؟ طيب مش دي القصه، انا مش بقول لك كل واحده عشان تقولي الاسامي، هي الصعوبه ان انت تحفظ الاسامي. تيوبولاي ريكتاي ريتي تيستس افرنت داكتيول، وريكتاي دي المستقيمه هي اول واحده، والافرنت افرنت يعني خارج، دي اخر واحده في التيستس لانها تخرج بره التيستس. الفكره بقى انك تقول لي نوع الابيسيليم في كل واحد من دول ولا اي حاجه يا دكتور. تعالى نرسم، مش كان عندك هنا سيرتولي وسبرماتوجينيك، سيرتولي وسبرماتوجينيك؟ حد يحب يوصف ال 80 سم دول بنوع معين الابيسيليم؟ جيرمينال. انا قلت ايه؟ جيرمينال، جيرمينال ابيسيليم، صح؟ لانه بيصنع جيرم سيل اللي هي السبيرم. طيب احنا يا عم خلصنا ال 80 سم، دخلنا التوبيولاي ريكتاي. بص يا سيدي، ادي التوبيولاي ريكتاي، اول ما تخش التوبيولاي ريكتاي هتلاقي سيرتولي سيل اونلي، سيرتولي سيل بس، مفيش سبرماتوجينيك، لان ده مش جيرمينال ابيسيليم، ماشي؟ ده فين؟ في الفيرست هاف، الفيرست هاف من التوبيولاي ريكتاي. النص الثاني من التوبيولاي ريكتاي هتلاقي ابيسيليم عامل كده، سيمبل كوبويدال ابيسيليم كده. اول واحده خلصت، صعبه؟ مفيش حاجه. اتكلم يا ابني على التوبيولاي ريكتاي، ستريت تيوب، اكستنشن اللي قبلها سيمي نفرس تيوبيول، يعني تقريبا عددهم 1000. الابيسيليم بتاعها سيرتولي اونلي في الفيرست هاف، سيمبل كوبويدال في السكند هاف. تمام؟ خش على اللي بعده، الريتي تيستس، انبوبه برضو مكمل معاك نفس النوع. اه يا دكتور، سيمبل كوبويدال برضو، بس ابتدى يظهر عليه مايكرو فيلاي وفي سيليان، يبقى هنا سيمبل كوبويدال زي اللي قبله بس بقى عليه مايكرو فيلاي
وهتلاقي معاك ايه؟ سيليوم. اخر حاجه الست انابيب الافرنت ضغطيول ايه هما؟ هيبتدي يظهر معاك النوع ده. حد عارف ده ايه؟ النوع اللي كان بيخدعك وتفتكره استراتيفايد، لما هو مش استراتيفايد، اسمه سودو استراتيفايد. يبقى اذا الافرنت ضغطيول فيها سودو استراتيفايد كولامينر ابيثيليا، وبدل المايكرو والله يبقى عليه سيليا كتير، سيليتد، يبقى عليه ايه؟ عليه سيليا. ومع السيليا في الافرنت ضغطيول ابتدى يظهر بره الانبوبه سموث ماسل سيل، ابتدى يظهر هنا سموث ماسل. حد شاطر يقول لي ايه فايده السيليا والسموث ماسل؟ بتحرك مين؟ طب ما يمشي هو، مش عنده ديل وميتوكوندريا؟ لا، هو ما يمشيش، الحاجات دي ما يمشيش خالص. تمام؟ ماشي؟ تمام. التلاتة الانتراتستيكولار ازاي ما فيهم حاجة صعبة؟ كل اللي هيقف اللي أنا عايزه منك تحفظ لو سمحت الأسامي وتحفظ الإبيسيليا. إبيسيليا ما هو ده كده الأنواع بتاعه. ماشي يا شباب؟ تمام. قبل ما نخش في الإكس تعال نقول انترا من الأول تاني. فبتكلم في حاجة اسمها ميل جينيتال داكت. عندك كام داكت؟ ستة. الستة دول بيتقسموا تلاتة جوه التستس وتلاتة بره التستس. التلاتة اللي جوه التستس أساميهم تيوبيولاي ريكتاي ريتي تستس افرنت ضغطيول. تيوبولاي ريكتاي دي يا دكتور عباره عن اكستنشن للي قبلها، فعددهم تقريبا 1000. ده التيوبولاي ريكتاي. تمام. الريتي تستس دول عباره عن انستيموزس، يبقى العدد هيبتدي يقل. الافرنت ضغطيول قد ايه؟ هم سته بس. تعالى الابيسيليا هيبتدي طبعا الجيرمينال خلص مع نهايه ال 80 سم، يبتدي بعديه سيرتولي بس، وبعدين سيمبل كوبويدا، بعد كده تخش في الانبوبه اللي بعدها سيمبل كوبويدال عليه مايكروفيلاي وسيليا، تخش في اخر انبوبه جوه التستس سودو ستراتيفايد كولامينر ايبيسيليا والسيليا اند سموس ماسل. لو سالك جيف ريزو هي دي مكتوبه نصه ليه السيليا والسموس ماسل؟ عشان هيلب الموفمنت اوف ذا سبير. ماشي كده؟ طيب الحمد لله خلصوا اللي جوه التستس زي ما انا رسم لك هنا اهو. ما دام انت خرجت بره التستس الست انابيب دول هيتجمعوا في انبوبه واحده اللي هي أول أنبوبة بره التستس. الأنبوبة دي اسمها إيه؟ اسمها إيبي ديدمس. يعني إيه إيبي؟ فوق. وكلمة ديدمس يعني تستس. يعني فوق التستس. إيه يعني هي الأنبوبة فوق التستس؟ اصبر عليا. إيبي ديدمس ده تقول عليه هام جدا. إنه سؤال بصراحة ملوش حل. هو على مقاس سؤال. ايه بقى قصته؟ انا اقول لك الاول كم معلومه عن الانبوبه اللي اسمها ابيديرمس دي. هبدا معلوماتي طبعا عندك الشكل بتاعها، شكلها ايه؟ هي مش انبوبه، اصبر. والسايت موجوده فين واجزائها، شكل واجزاء. انا هبتدي معلوماتي بطول الانبوبه. طول الانبوبه دي يا دكتور 6 متر. 6 متر؟ 6 متر ده يعني حاجة عجيبة. 6 متر في مساحة سنتي تقريبا، يبقى أنت ما تكملش كلمة 6 متر غير لما تقول لي إنها مالها؟ هايلي هايلي إيه؟ كونفوليوتد. يعني إيه كونفوليوتد؟ ملولوة كده، متعرجة على بعضها. ماشي؟ هايلي كونفوليوتد، فيري هاي كونفوليوشن. يعني عايز ترسمها؟ يا دكتور. بص انا هعمل ايه؟ انبوبه واحده ايه؟ كل ده هي نفس الانبوبه عماله تلف حوالين نفسها، تلف حوالين نفسها. خدت بالك انا طلعت فين؟ فين؟ فوق التستس وبوستيرو ليها. بعد ما يخلصوا الستة متر هتطلع واحده تاني. اللي طالع ده اللي هي الانبوبه الثانيه لسه هقولها اللي هي الفاز، خليها على جنب دلوقتي. يبقى الستة متر كلهم اتلموا في شكل كلكيعة كده. تمام؟ تمام قوي. الكلكيعة دي شكلها كريسنت. كريسنت يعني زي الهلال. تمام؟ كريسنت. طولها 6 متر هايلي كونفوليوتد. موجودة فين يا دكتور؟ سوبيرور ده من الاسم وبوستيرور للتستس. واحد بص عليها
قال لك خلاص ما انت بقى ما دام بتقول سوبيرور وبوستيرور وشكلها كريسنت، يبقى انت يا عم بقيت بتتعامل مع الابيديدمس كانه جسم، جسم موجود فوق التستس ماشي، جسم انت ما بتقعدش بتتعامل معاه كانه انبوبه، انت شايفه 6 متر توضوا لسه مش متخيلين 6 متر وعامل لهم كونفوليوشن، فجسم تماما كده اهو، الجسم ده يا دكتور فوق التستس ووراه خلاص. ممكن نقسم الجسم وماله، هنقول على الحته دي هيد، ونقول على الحته دي بودي، بودي اوف ابيديدمس، واخر جزء هنقول عليه التيل. باول اجزاء للابيديدمس هي هيد وبودي وتيل. راي تاني قال ايه يا جماعه اللي انتوا بتقولوا هيد وبودي وتيل ايه، دي انبوبه، انت نسيت برضو انها انبوبه ماشي. انا عندك يا عم قول هيد وبودي وتيل، بس لازم قبليها تقول لي الول بتاع الانبوبه دي فيه ايه. مش احنا قلنا هنا الول فيه ايبيثيليوم، وتحت الايبيثيليوم فيه مصل، وفيه هنا كونكتيف تيشو، هنا الول، اتكلم على الول احسن. يبقى بدل ما نقول البارتس، يعني احنا هنقول البارت هيد وبادي وتيل، بس هنقول كمان الاهم الول، الول بتاع الايبيديدمس كام طبقه؟ بص انت فاكر الجاي تي كان كام طبقه؟ 4، ميكوزا وصاب ميكوزا وماسكلوزا وادفنتيشا وسيروزا، ده عشان هو جاي تي. عدم ذلك كل المنهج ماشي تلاتات، مين الطبقه اللي بتتشال؟ الصاب ميكوزا، الصاب ميكوزا، الجاي تي هو المكان الوحيد اللي فيه صاب. خد مني القاعده بقى التجميعه دي، الجاي تي هو المكان الوحيد يا مؤمن اللي فيه صاب ميكوزا خلاص، هو والتركيه، هو والتركيه بتاع الريسبونس سيستم بس. عدا كده كله هيمشي ايه؟ هيمشي ميكوزا، اكتب صاب ميكوزا، هكتب على طول ماسكلوزا وادفنتيشا. ده الول. يبقى انا عندي كده ايه طريقتين لتقسيم الابيديدمس، عايز تقسميها كجسم ولا كانبوبه؟ كجسم هيد وبادي وتيبي، كانبوبه ميكوزا وماسكلوزا وادفنتيشا. تمام كده؟ تمام قوي. والميكوزا عباره عن ايبيثيليال ولامينا بروبي. طبعا كلكم مستنيين ان انا اكتب هنا ماسكولاريز ميكوزا، دي تاني حاجه اقولها لك، مفيش مصل في الميكوزا غير في الجاي تي بس ماشي، اصل الول الثلاثه دول هيتكرروا معانا كتير جدا 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 طول ما انت ماشي في المنهج، الول ميكوزا ماسكولوزا ادفنتيشا، ميكوزا ماسكولوزا ادفنتيشا، واي ميكوزا ايبيثيليا ملامنا بروبر، ايبيثيليا ملامنا بروبر. امال ايه الاربعات دي؟ الاربعات دي كانت زمان في الجاي تي ماشي، وموضوع الماسكولاريز ميكوزا ده برضه في الجاي تي، انت بره الجاي تي انسى الكلام ده خالص. تمام كده؟ طيب محدش بقى يتوه منه. بنتكلم في درس اسمه ابيديدمس. ابيديدمس دي ده سؤال امتحان، لما يجي لك تقول لي ايه؟ تقول لي اول حاجه يا دكتور شكل ابيديدمس ده ايه؟ ده جسم كريسنت هلالي. تمام؟ طوله 6 متر. تمام؟ بس هايل ايه؟ كونفوليوتد. موجود فين الجسم ده؟ سوبيرور وبوستيرور للتستس. طب اجزاءه ايه؟ هيد وبادي وتيل. الول بتاعه ايه؟ ميكوزا وماسكولوزا وادفنتيش. والميكوزا ايبيثيليوم وايه؟ ولامينا بروبلي. تعال نمسك الايبيثيليوم. انت انتهيت بايه؟ انتهيت بايه؟ سودو ستراتيفايد كولامنر ايبيثيليوم وكان عليه سيليا. هكمل بيه. سودو ستراتيفايد كولامنر ايبيثيليوم. بس هتشيل السيليا وتحط مكانها حاجه اسمها ستيرو سيليا. دي شغل سنه اولى بقى. ستيرو سيليا دي يعني اهدى بايه؟ ساكنه ما بتتحركش. طب وما هي عموما ما بتتحركش، امال وظيفتها ايه؟ شبه اللي لا استولوجي شبه مين صح؟ مايكرو فيلاي، يعني بتزود الايه؟ السيرفيس اريا. ما هي ما دام الحاجه ما بتعملش موفمنت يبقى هي موجوده عشان تزود السيرفيس اريا. يبقى الستيرو سيليا دي وكاني بقول لك عليها مايكرو فيلاي، بس كلمة ستيلو سيليا مميزة قوي في المنهج كله للإبيديدمس. يبقى ايه نوع الإبيثيليوم بتاع الإبيديدمس؟ سودو ستراتيفايد كولامنر إبيثيليوم وذ ستيلو سيليا. لسه احنا مع النوع ده، هو لما هو يقول لك ان هو كولامنر سودو ستراتيفايد يبقى عندك كام نوع من الخلايا؟ نوعين، نوع كبير ونوع صغير. النوع الكبير ده هنقول عليه برنسبل، خليه برنسبل اساسيه،
ودي بيزا. بقى دي هقول لك انها كولامينر سيل زي ما انت شايف كده، النيوكليوس في الميدل او ابيكال نيوكليوس، ما ينفعش تقول هنا بيزل. تمام. اقول لك على حاجه، هتلاقي عندك في الكتاب كاتب لك الفانكشن والمذكره، كاتب الفانكشن اوف برينسيبل سيل لوحدها، وبعد ما نخلص الوول والسايت والشيب هتلاقي في عنوان لوحده هنا، هنقول ده بقى بالتفصيل اسمه الفانكشن اوف ابيديدمس. ينفع؟ ينفع تقول فانكشن اوف برينسيبل سيل وترجع تقول فانكشن اوف ابيديدمس؟ طب انت اقرا دي واقرا دي هتلاقيهم واحد، هو الخليه الاساسيه هقول لك وظيفتها وارجع اقول لك وظيفه الابيديدمس، فبالتالي انت ما تقراش الفانكشن اوف برينسيبل سيل دي خالص، واجل كل الكلام للفانكشن اوف ايه؟ اوف ابيديدمس، لانها ما اتقال هنا بالتفصيل. ماشي كده يا شباب؟ طيب يبقى احنا لحد دلوقتي قلنا الوول بتاع الابيديدمس ميكوزا وماسكولوزا وايه؟ وادفنتيج. الميكوزا ابيسيليم ولامينا بروبر. نوع الابيسيليم بتاع الابيديدمس ايه؟ سودو ستراتيفايد كولامنر ابيسيليم وزيستيروسيليم. كم نوع من الخلايا؟ اثنين، برنسبل وبيزا. خلاص؟ لامينا بروبيا ده كونكتيف تيشو، مهم قوي ان يبقى فيه بلاد فيسل كتيره، فهو فاسكولار كونكتيف تيشو. تعالى بقى يا عم الماسكلوزا، امسك في الماسكلوزا دي شويه. قاعده بتقول اي حاجه انر سيركولار واوتر لونجيتيودين، مش كده؟ كل الماسكلوزا اللي قابلتنا انر سيركولار واوتر لونجيتيودين. هنا بقى مختلفه. هنا يقول لك في اول الانبوبه دي اللي هو الهيد ونص البادي تقريبا بتبقى طبقه واحده سيركولار، طبقه واحده بس من المصل سيركولار. ده الكلام ده فين؟ في الهيد ونص البادي. طب النص التاني بقى من البادي والتيل بتظهر مع الطبقه السيركولار دي طبقه فوقها لونجيتيودينال وطبقه جوه لونجيتيودينال. يعني النص التاني من الابيديدمس كم طبقه مصل عندي؟ ثلاثه، انر واوتر سيركولار وميدل، انر واوتر لونجيتيودينال وميدل سيركولار. نقولها تاني، الانبوبه دي اول ما بتطلع هنا سيركولار سموث ماسل بس، سيركولار 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 بس. هنا يبتدي يبقى ايه؟ انر واوتر لونجيتيودينال وميدل، يعني اتضاف عليها طبقتين لونجيتيودينال، واحده بره وواحده جوه. شفت انت لما تلاقي دايما ثلاث طبقات ماسل اعرف الزياده كانت فين واتجاهها ايه؟ فاكر انت الاستومك؟ مش كانت ثلاث طبقات؟ الزياده كانت فين؟ جوه انر واتجاهها اوبليك، صح؟ كانت انر اوبليك ميدل سيركولار اوتر لونجيتيودينال. انت هنا بقى ثلاث طبقات برضه بس انر واوتر لونجيتيودينال وميدل ايه؟ سيركل. انا هقول لك دي اوتر لونجيتيودينال، انر لونجيتيودينال، ميدل ايه؟ سيركل. حلو كده؟ ده المصل. طبعا عيب برضه لما اقول لكم ايه وظيفه المصل، تعمل ايه؟ كونتراكشن عشان تهلب الموفمنت اوف سبير. كلام في منتهى السهوله ما فيهوش حاجه. تمام كده؟ طيب الباقي ايه بقى في الحته دي عشان اقول السؤال يكمل؟ انك تقول لي الفانكشن اوف ابيديدمس. تبقى فيه امسح دي خلاص، امسح الكلام ده. وظيفه الابيديدمس دي سهله جدا ومهمه. بص، هو انت عندك الوظائف دي رقم واحد ورقم اتنين فازهم كده عكس بعض، رقم ثلاثة فاجوسيتوزيس. رقم أربعة ورقم خمسة بحرف السين. هم خمس وظائف. ماشي؟ إيه الاتنين اللي عكس بعض؟ لما أنا أجي أقول لك في وظيفة رقم واحد أبسوربشن، وأجي أقول لك في الوظيفة رقم اتنين سكريشن. فعلا دكتور، ابزوربشن وسكريشن بدليل انها كان عليها ستينوسيريا زي المايكرو في اللاي بتزود السيرفيس اريا. ابزوربشن ليه وسكريشن ليه؟ بيقول لك الابيديدمس قاعده هنا اهو، الانبوب ال 6 متر، قاعدين حضراتكم مستنيين ايه؟ والله يا فندم احنا مستنيين السبيرم تيجي من جوه التستس، لان السبيرم جايه كويس قوي بس جاي معاها فلويد كتير، اكسس فلويد. اكسس فلويد ده جاي منين؟ ده جاي من عمليه الاسبرماتوجينيسيس. طب انت عايزه معاك؟ لا خلاص اعمل له ابزوربشن. ماشي؟ يبقى ابزوربشن اوف اكسس فلويد اللي جاي من عمليه الاسبرماتوجينيسيس.
ماشي؟ ده ابزوربشن. يبقى عرفنا الستة متر دول ربنا حاططهم عشان حاجات كتير. اولها ان السبرم تخرج من الستة متر سبرم بس، اي فلويد زياده يحصل له ابزوربشن. طيب هتعمل سيكريشن ليه؟ هعمل سيكريشن ليه؟ اكيد هتعمل سيكريشن لمواد تفيد السبرم. انت السبرم هيقعد معاك 6 متر تمام، فبالتالي هتعمل سيكريشن لثلاث مواد هم حفظ، ماده اسمها جلايكو بروتين عشان الماتيوريشن بتاع السبرم، حاجه اسمها سياليك اسيد، وماده اسمها كبير كده جليسرو لمقطع، فوسفو لمقطع تاني، كولين. دي كلها كلمه واحده مؤ، جليسرو فوسفو كولين تمام. يبقى ده جي اس جي، دي المواد عشان تحفظ اللي بيحصل لها سكريشن من ايه؟ سكريشن من الابيديدمس. لو سالك ايه وظيفتهم قول له دكتور ماتيوريشن اوف سبيرم، بتساعد السبيرم انه يبقى ايه؟ ماتيور. حلو كده؟ تمام؟ يبقى اول وظيفتين قلناهم ايه هما؟ ابزوربشن وايه؟ ابزوربشن ليه؟ اكسس فلويد. سكريشن ليه؟ تلات مواد، جي اس جي، جلايكوبروتين، سياليك اسيد، جليسروفوسفوكولين. فاجوسيتوزس، فاجوسيتوزس عدت علينا فين في المين؟ استنى استنى انا افكرك. السيرتولي سيل كانت بتعمل فاجوسيتوزس، السبرم ميت، حته من السيتوبلازم اتبقت، فكنا بنسمي الحاجات دي ريزيدوال بادي. تمام؟ ايه رايك ان ده تيبيكال اللي فات؟ حتى هتلاقيه مكتوب عندك نصا ايه؟ فاجوسيتوزس اوف ريزيدوال بادي. شوف كاتب لك الكلمه الجميله ايه؟ نوت فاجوسيتوزد باي سيرتولي سيل. اللي ما حصلهمش ايه؟ ما حصلهمش ابزوربشن او فاجوسيتوز بالايه؟ بالسيرتولي سيل. يمكن يا اخي السيرتولي لقت ال 80 سم مش كفايه عشان يعملوا فاجوسيتوز كل الحاجات اللي طالعه، فسابت ال 6 متر يكملوا. ماشي كده يا شباب؟ فهمنا كده؟ يبقى انا بعمل فاجوسيتوزس للبواقي الاجسام الباقيه اللي ما عرفش الايه؟ السيرتولي انها تعمل لها فاجوسيتوزس، انا بكمل عليهم في الابيديدكس. تمام؟ يبقى انا قلت كم وظيفه لحد دلوقتي؟ ثلاثه، اول واحده ابزوربشن عكسها سكريشن ثم فاجوسيتوز. 2 سي اكيد طبعا من غير كلام فيهم واحده اسمها كونتراكشن، وانتم عارفين كونتراكشن عشان اعمل ايه؟ موفمنت اوف سبير. تمام؟ وظيفه رقم اخر واحده دي مهمه شويه. كابيسيتيشن اند دي كابيسيتيشن. يعني ايه كابيسيتيشن ودي كابيسيتيشن؟ هو عايز يقول لك ايه؟ هو حاططها رقم خمسة يعني مقصودة. يقول لك إن بعد ما السبيرم يخرج من الإبيديدمس، بعد ما يخلص الستة متر وهو ماشي هنا في الباز، هو دلوقتي بقى كيبابول يعني قادر إنه يعمل فيرتلايزيشن. كيبابول إنه خلاص هو كده تمام. بقى ماتيور. حلو كده؟ ليه؟ خلال الستة متر وما قبلها ربنا إداله مواد كتير، خلاص كده هو مش محتاج حاجة من حد. فبالتالي حصل له كابيسيتيشن يعني اكتسب القدره على الفيرتلايزيشن فين؟ في الابيديدمس. تمام؟ بس في نفس طب ايه يعني دي كابيسيتيشن؟ يعني ايه؟ يعني ربنا شال منه القدره دي تاني؟ لا، بعد ما اكتسب القدره دي وبقى سبيرم ماتيور يقدر يعمل فيرتلايزيشن، يوم تلاقي في الابيديدمس برضه ربنا يحط على الهيد بتاعه السبيرم بروتين، حته بروتين اسمها دي كابيسيتيتنج فاكتور. الفاكتور ده او البروتين ده عامل بالظبط زي حصان وانت مغطي عينه وعملت ايه؟ تجره معاك. هو ساكت، الحصان ماشي معاك طول ما انت ايه؟ مغطي عينه. اول ما يبقى في بدايه السباق وتشيل اللي على عينه ده هيبتدي يجري. يبقى ربنا اداله القدره وفي نفس الوقت اداله فاكتور عشان ما يستخدمش القدره دي الا في الوقت المناسب. يبقى الكلمتين مش عكس بعض. ده دي هو اكتسب القدره في المكان ده وفي نفس الوقت ربنا اداله فاكتور موجود على السبيرم مش هيتشال الا وقت الفيرتلايزيشن. مش كده شباب؟ فهمتوا؟ عشان كده لو مثلا عشان تفهم اكتر انه اكتسب القدره هنا كده، لو واحد مثلا عايز يعمل دكتور مثلا دكتور نسا وبيعمل اطفال انابيب تمام، وراح له الميل والفيميل عشان ياخد منهم عينه، لو هو جه خد من الميل سبيرم من التستس يبقى هو ما بيعرفش حاجه. ليه؟ لان السبرم اللي في التستس دي يا دكتور مش ماتيور. امال تاخدها منين؟ من الابيديدمس.
الكليرنس خلاص ده كده كيبابل ان يعمل فيرتلايزيشن. فهمتوا ازاي؟ في كده مشكله يا شباب. طب ده سؤال ايفيدنس مش كبير على فكره، انا كان بس الكلام كتير. شيب السايت الوول ثلاث اجزاء ما فيهمش حاجه، بس ركز على المصل وانواع الابيسيليوم والايه الخمسه فانكشن. تمام. طيب اتبقى بقى كلمه بسيطه بعد الايفيدنس، هسيب الرسمة دي. تمام. بعد ما خلص الإبيديدمس بتطلع أنبوبة مفرودة بقى قدامك كده اهو، تنزل كده شوية وبعدين ترجع تطلع تاني لحد البيبس. الأنبوبة دي اسمها باز ديفرنس، أنا مش هشرحها. عارف ليه؟ لان الفاز ديفرنس دي مؤمن الول بتاعها ثلاث اجزاء، ميكوزا وماسكروزا وادفنتيشن. والميكوزا عباره عن ابيسيليوم ولامينا بروكلي، والابيسيليوم اخر حاجه احنا التانية بيها ايه؟ سودو ستراتيفايد كولومنا ابيسيليوم ويز ستيريوسيليوم، هو نفس النوع. والمصل اخر حاجه في الماسكروزا التانية بيها ايه؟ كان لونجيتيودنال انر واوتر وبينهم واحده. شفت الكلام ده؟ خدوا كوبي كوبي زي ما هو كده وحطه في الباص. يعني عايز تقول لي ان الفاز الول بتاعه هو هو الابيديدمس بالظبط. كل فرقه عن الابيديدمس ان الابيديدمس كومبيوتد، انما ده ايه؟ مفرود كده قدامك. طب امال وظيفته ايه؟ وظيفته التوصيل، عشان مش مكتوب عندك فانكشن. فانكشن بتاعه الفاز التوصيل ما بين ايه وايه؟ ما بين نهايه الابيديدمس لاخر انبوبه هنقولها اسمها ايجاكولاتوري داكت. ايجاكولاتوري داكت ماشي، دي اخر انبوبه ايجاكولاتوري داكت. هرسمها لك، بص معايا في الرسمه دي. ادي الفاز اهو، هنا موجود اليورينري بلادر، وانت خلاص جوه البلفز بقى، وبعدين بتنزل بالميد جينيتال. تمام. حوالين النك بتاعه البلادر في جلاند اسمها بروستاتا. طيب الفاز جاي كده، قبل ما ينتهي الفاز هيعمل زي انتفاخ كده اسمه امبولا اوف فاز. ماشي. بعد الامبولا دي على طول في جلاند تانية، هرسم الجلاند بالاحمر، معموله هنا كده اسمها سيمينال فيزيكال. يبقى دي سيمينال فيزيكال، دي اول جلاند هنا سيمينال فيزيكال، ودي البروستات، ودي اسمها امبولا اوف فاز. دي بقى ضغط، بص جايه ازاي، اللي مرسومه بالاسود. حد شاطر يقول لي اللي بالاسود دي اسمها ايجاكولاتوري ضغط؟ ده اخر طريق. ايجاكولاتوري ضغط جايه من اتحاد ايه بايه؟ الفاز بالايه؟ بالسيمينال فيزيكال. تمام. الفاز اللي هو ده الازرق ده بالسيمينال فيزيكال، الاثنين دول بيتحدوا مع بعض يعملوا لك ايجاكولاتوري ضغط. ايجاكولاتوري ضغط ما فيهاش كلام. تمام. هي سطرين بالظبط. بس قبل ما نخش الجبروت ضغط عايز بس اتكلم كلمه عن الفاز. هي كلمه اناتومي دي الحاجه الوحيده اللي مميزه فيه الابيديدمس. انا هوصفها لك على الرسمه. هو لما يبقى ماشي كده يبقى هو فين في التستس بالظبط؟ انتيرو ولا بوستيرو؟ بوستيرو. اه عشان ده اصلا بوستيرو وسوبيرو، يبقى هو كده بوستيرو للتستس. بعد كده بيطلع وهو طالع البلفز بيبقى طالع من حاجه اسمها سبرماتيك كورد من ضمن المكونات اللي فيها. تمام؟ تمام. وبعد كده يسيبه بقى ويكمل في حاجه اسمها، او هو برضو بيبقى بوستيرور لليورينري بلادر. يعني هو بوستيرور مرتين، بوستيرور تستس وبوستيرور للبلادر. طبعا في من الناحيه الثانيه كمان، يعني الرسمه دي مش زي ما انت متخيل. يعني التو فاز مش هيجوا على البروستات من الجنب، امال هيجوا منين؟ من ورا بوستيرور. وعلى فكره لما ناخد شابتر الفيميل هتعرف ان الاثنين فالوبيان تيوب بتوع اليوترس مش عاملين كده ابدا، عاملين كده. تمام. يعني اليوترس لقدام والفالوبيان تيوب والاوفري ورا مش جنبه. ده غير الرسمه اللي انت بتعرفها من ابتدائي انه اليوترس والاوفري جنبه كده، مش موجود كده خالص. تمام. فكده برضو الميل عنده الاثنين ضغط او اثنين باز بيبقوا ورا، جايين لورا كده. ماشي. فهو بوستيرور في الاناتومي لو انت بتحفظ الحته دي
علم على كلمه بوستيرور مرتين، مره بوستيرور التستس ومره بوستيرور الهاب لادر، وما بينهم هو ماشي مع الاسبرماتيك كورد. خلاص؟ غير كده الهول بتاعه زي الهول العادي خالص. الجاكولاتوري دكت بقى اخر كلام. عايز تعرف فيها ايه؟ هو ايه نوع الابيثيليوم اللي انت انتهينا بيه؟ سودو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم وستيروسيليوم. هنا بقى اول مره يظهر سمبل كولامينار ابيثيليوم من غير اي حاجه. وتكتب لي تحتيه كده نو مصر. نو مصر. ما انتش محتاج مصر. ما انتش محتاج، ليه بقى؟ ليه ما انتش محتاج مصر يا دكتور؟ بص يا سيدي، انت الايجاكولاتوري دكت بعد ولا قبل السيمينال فيزيكال؟ بعدها ولا قبلها؟ بعدها مش كده؟ السيمينال فيزيكال كل وظيفتها، خلي بالك انا كل ده مؤمن بتكلم على سبيرم بس. ما جبتش سيره سائل تاني بيبقى موجود معاه اسمه السيمن. السيمن ده هيطلع من السفيزيكال والبروستات. معنى كده ان الخلايا طول ما هي هنا السبيرم هي ما بقتش لوحدها، بقى معاها السائل اللي اسمه السيمن. فممكن خلاص تتزق معاه عادي جدا. زائد ان انت بقيت جوه البلفز، ففي انترا بلفيك وانترا ابدومينال بريشر، ما عدتش محتاج مصر من الاخر. خلاص كده؟ بصوا بقى معايا. يبقى انا عندي الضغط، كم ضغط عندي؟ 6. تيوبولار كتاي ريتي تيستس افرنت ضغطيول ابيديديمس فاس ايجاكولاتوري ضغط. ده طريق كبير بيبتدي من السيمي نفرس دي، ده الجيرمينال، وبعد كده طول ما انت ماشي لحد ما تخلص خالص. انا بس عايز نفتكر مع بعض الست انواع من الاي بي سي. عارف اقول لهم سوا؟ اول نوع هيقابلك في التيوبولار كتاي اللي هو ايه؟ سيمتولي بوب، بعد كده سيمبل كوبويد، بعد كده هنا هيبقى كوبويد بس عليه مايكرو فيلاي وسيليا واحده. في الافرنت ده بيول هيبتدي النوع المميز بتاعنا اللي هو ايه؟ سودو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم، بس هنا كان عليه سيليا. سيليا بتتحرك وسموس مصر. خش على الابيديمكس ده ما تنساهوش ابدا. سودو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم بس بقى ايه؟ ستيروسيليا، وده زيه بالظبط. امال ده ايه؟ كولامينر بس، سيمبل كولامينر ابيثيليوم. خلاص؟ تمام. كده انا اتبقى لي في الميل ايه؟ بالظبط اتبقى لي في الميل 3 صفح اللي هي البروستات والسيمينال فيزيكال. تمام؟ وكان في صفحه ونص بتاعت الاندوكراين اللي هي البارا، بارا سيرويد. دول الاثنين ان شاء الله هقولهم يوم الاحد. عشان لو حد عنده كويز، عنده سيكشن، عنده اي حاجه نكون خلصنا منها. وتلات واربع هيبقوا جي اي تي. اوكي؟ مش كده؟ ما انا هقولهم في تعالي مجموعه 7 8 الصبح. هنعد، ما احنا بنعيد اهو. ماشي يا شباب؟ خلاص؟ دكتور محمود.